dass wir das mit einer Wakaruria Adab in Sanya, das ist ein Schatz, der Abwehr in Schatz Tani. يعني في امتحان نموذج ديال جهة تقول ميم واد واد نون الدورة الاستدراكية 2018. إذن طبقا لي يعني الإطار المرجعي اللي اقترحته يعني اقترحته الوزارة خلال يعني لاجتياز امتحان جهوي في مادة الرياضيات 2019-2020 يعني خلال هذا الموسم، يعني تقريبا هذا النموذج تقريبا يشمل يعني هذا الإطار اللي حددته الوزارة. إذا إن شاء الله بسم الله نتوكل على الله لتصحيح هذا النموذجين من التمارين. إذا عندنا أولي إن متتالية عددية المعرفة بما يلي، دونك كيلكو سوا إن، عندنا أولي إن كتساوي 4 أس إن على 2. إذا لا بأس فيه يعني الرمز ديال أولي إن، واخا أن مطلوب أن غنبينو أنها متتالية هندسية، ماشي مشكل يعني في الرموز كما فهي دالة. ممكن نسميوها إف لي إن، ممكن نسميوها أولي إن، ممكن المهم غير نردو البال مع أش من متتالية تنهضرو. مزيان. إذا ألف، السؤال الأول بغينا أولي صفر. إذا عندنا أولي إن يعني غنعوضو إن بصفر دائما، هادشي ولفناه. إذا 4 أس صفر على 2 يعني 1 على 2. ثم أولي واحد كذلك عوض إن بواحد على 2 يعني 4 على 2 كيساوي 2. إذا أي حد من الحدود بغينا يعني نحسبو القيمة ديالو فقط سنعوض إن بتلك القيمة بحال صورة عدد. ثم السؤال الثاني، هل هذه المتتالية سويت جيومتريك افيك كو ايغال ا 4؟ نعم. اذا كيفاش غنبينو؟ دونك اون كيلكو سوا ان، هذا لا بد نكتبوه، عندنا اولي ان كيساوي ماذا؟ 4 اس ان على 2. اذا ممكن نقدو هذا مزيان، يعني غيكون 1 على 2 في 4 اس ان، باش نبينو يعني 4 أس إن في 1 راه هو 4 أس إن. جيد. إذا أش بغينا؟ بغينا أولي إن نحسبو أولي إن زائد 1، باش يكون أولي إن زائد 1 يساوي كي في أولي إن راه هي متتالية هندسية، كيساوي ماذا؟ 1 على 2 في ماذا؟ 4 أس إن زائد 1، يعني اللي كيساوي 1 على 2 في 4 أس إن زائد 1 هو 4 أس إن في 4 أس 1 يعني في 4. وهذه هي ماذا؟ ها هي أولي إن، أولي إن في ماذا؟ في أر 4. إذا 4 أش غيكون هو كي، دونك أولي إن حيت إن عدد صحيح طبيعي سويت جيومتريك أفيك كي إتيكالا أ 4. نعم. جيد، هذا فيما يخص يعني السؤال ب. ثم في السؤال الثالث سوجين، هنا بغينا هاد الأعداد يعني 32 مع الترتيب 128 و 512، باش هما ثلاثة حدود متتابعة، هما ثلاثة حدود متتابعة لهاد المتتالية. دونك كتذكير باش يكون أ و بي اي سي 3 تيرم سكسيسيف، 3 تيرم سكسيسيف دونز اون سويت اللي هي جيومتريك، اش خاص؟ خاص بي او سي 2 يساوي ماذا؟ ا في سي، يعني هاد العدد بي او سي 2 ديالو خاص يكون الضرب ديال هادين العددين. يعني إذا غنجيو نحسبو 128 أس 2، يعني هي 128 في 128 يعني كتساوي ماذا؟ 128 أس 2 هي ماذا؟ هي 16384. جيد.
إذا أ في سي يعني ها هو أ هذا بي هذا سي. دونك أ في يعني 32 في 512 إلا درنا الإنجاز غنلقاو 16384. دونك اش كنلاحظو 128 أس 2 يساوي ماذا؟ 32 في 512. ألوغ هاد الأعداد 32 بالترتيب أو 28 في 512 سوسون دي 3 تيرم successive dans ULN les suites géométriques. نعم فقط. إذن هذا السؤال اللي يعجبني بزاف في هذا الامتحان وجيد نادرا ما كتطرح يعني إذن لا بأس يعني إذن هذا الفقرة A ثم الفقرة B بغينا نحسبه S. إذن ألي واحد زائد تل ألي ستة. إذن لحساب مجموع في هذا المتتالية أش خصنا يعني الحد الأول في المجموع في ماذا؟ في واحد ناقص كي أس أن ناقص بي زائد واحد على ماذا؟ واحد ناقص كي غير باش نعرفه بأن الحد الأول في المجموع هو هذا هو الحد الأول و بي يعني هذا هو أولي بي يعني أن بي كيساوي ماذا؟ واحد. وهنا أولي ان هذا هو أولي ان يعني أن ان يساوي ماذا؟ سي ستة. إذن اس كيساوي ماذا؟ أولي واحد في واحد ناقص أربعة واحد ناقص أربعة أس ان اللي هو ستة ناقص واحد زائد واحد يعني كيساوي أولي واحد هو ماذا؟ حسبناه هو اثنان. اثنان مع في واحد ناقص أربعة وناقص ثلاثة وهنا واحد ناقص أربعة وستة يعني كيساوي اثنان في ناقص ثلاثة أربعة وستة كيساوي 4096. إذن واحد ناقص يعني هي ناقص 4095 نقسموها على ثلاثة ونضربوها يعني غتعطينا اثنان في 1365. إذن S يساوي ماذا؟ في اثنان يساوي 2703 هي اللي بغينا نبينوها. نعم إذن جيد هذا فيما يخص هذا النشاط الأول. إذن سننتقل إلى النشاط الثاني ديال الحساب العددي. إذن ليكزيرسيس الثاني إذن بغينا دونك أ بغينا الحل ديال المعادلة اثنان ناقص اثنان إكس أس اثنان زائد خمسة إكس ناقص ثلاثة يساوي صفر. إذن أ يساوي ناقص اثنان بي يساوي خمسة.